دخل الزار مصر من قرون بعيدة عن طريق أثيوبيا والسودان، لكنه انتشر في ربوع شمال أفريقيا كطقس قديم جداً ارتبط بنوع من العلاج أو طرد اللي كانوا بيفتكروه أرواح شرير. ثم بدأ الشغوفين بالتراث يقدموا نسخة محدثة من الزار اللي فيها بعض الأناشيد الصوفية. الفرق اللي بتقدم أعمالها المستوحاة من فنون الزار مش فرق غنائية بالمعنى التقليدي، لأن أفرادها في الأصل زمان كانوا من اللي بينظموا جلسات الزار، لكن بعد تطويعها علشان تناسب أجواء العرض الجماهيري. بيعتمد الزار الحبشي اللي انتشر في القاهرة والأسكندرية على آلة الطنبور، وهي آلة وترية شبه القيثار، لكن النوع الثاني من الزار بيستخدموا فيه الدف أو المزهر. وفي زار أبو الغيط بخلفيته الصوفية المعروفة بيكون الاعتماد الأساسي على آلة الكولة اللي بتشبه الناي. مديحة، نعم. انت بتقولي قول الزار دي ودقة الزار وكل الحاجات دي من وانت عندك قد ايه؟ من وانا عمري 13 سنة. 13؟ اه. ايه اللي حببك فيه؟ حببني فيها لاني امي كانت بتشتغلها. امك كانت بتشتغلها؟ انا حبيتها وبيتها بقيتش يعني ستك كمان ولا امك؟ لا، بس امي بس غاوية زار. وبتحب المغنى لأن دي؟ هي كانت ساكنة، امها كانت ساكنة ببيت ناس بيعملوا زار اصلا. هي كانت عيلتك من فين؟ امك منين؟ ابوك منين؟ انا امي من السودان. سودانية. امك سودانية اصلا؟ اصلا بس سودانية. بس اتجوزت راجل مصري؟ عاشت اتجوزت مصري من الصعيد، من جنة. صعيدي؟ اه. واتولدتي انت في قنا يعني؟ اتولدتي؟ لا، اتولدت في مصر، في القاهرة. مواليد القاهرة. قولي لي من غير غنى، قولي لي كلام كده، دور كلام، لان وانت بتغني مش الكلام مش دايما مفهوم. بقول له يا أسمر وحيلة وبعيونك حيلة، فرس أصيلة الباشا يوربي. الباشا يوربي. الباشا يوربي. يوربي كمان. يوربي. علاقة قوي. وحاجة كمان، حاجة كمان غير يوربي. أرض الرسول فين يا ناس زلوني عليه، خاطري أزور الزين يا قلبي صل عليه، يا سيدة زينب يا سيدنا الحسين، ده النبي ده غالي ما تصلم عليه، على الله وعليه. يا فرحكم يا هناكم رايحين تزوروا الزين، يا ريت نكون وإياكم ونشاهد الحرامين، وأقول التوبة يا رسول الله يا أكرم عباد الله، ده النبي ده غالي ما تصلم عليه، على الله وعليه، صلى الله عليه وسلم. السلام. بس ده حاسة أنه زي المدح، مش قريب من الزار اللي أنا فاكرة. الزار ده مدحي برضو، بس ده مدح برضو. مش في الزار. الدقة دي، ده زار مصري ولا دي دقة سوداني ولا؟ لا، ده الزار المصري. ده زار اللي مصري كان في الحارة زمان، في الحارة وفي البيوت تعملوا الناس عشان تطلع الطاقة بتاعتها. مش نصب ولا عفاريت ولا الكلام ده. ده كلام فارغ. لا، ولا الحاجات اللي بيعملوها في السيم. ده في السيم عشان تعملي بروباجندا كده. لا، ما بيحصلش، لانك انت عامله في بيتك ترتاحي، تطلعي اللي جواكي. بيقولوا على وانت الاله اللي بتحبيها انت، اللي هي المظاهر، المظهر، لان انا الريسه ببقى واقفه. هو يعني في واحد بتبقي واقفه يعني عشان انا بشتغل بيه ده. لكن انا في العموم انا بشتغل على جميع الالات بتاعتي. بتعرفي ايه؟ الطبله والمظهر والحانه والصاجات، ما عدا الكولة مختلفة. مختلفة. طب انا عايزه اشوفك دلوقتي، التركيز كله يبقى عليكي. قولي لي لو بتعملي زي المزيكا المودرن مثلا سولو، يعني انت بس، وتعرفي تعملي ايه اكتر حاجه تشد الناس؟ ست مديحة، قد كده الدقة احنا مش متعودين عليها، يعني ما هياش دقة الطبلة العادية البلدي اللي انت متعودة عليها. لا، ده كده لا. دقة مختلفة تمام، فن مختلف تماما، في ارتام كتيرة.
بتفرحي لما تسافروا بره والناس تبص لكم كده على انكم احلى تمثيل لمصر؟ دي حاجه بترفع من روحي المعنويه وبترفع من روح اهلي اللي توفوا والعالم كله اللي توفى بتوع الزر، وبتوع الزر كان عدد جامد، كل دول توفوا ما وصلوش للي احنا وصلنا له ده، فحاجه دي بتاعت ربنا برضو، اكننا برضو بنمجدهم لبتوع الزر القدام. يعني اذا ده كانه سلسال كده. سلسال وهنا اخره بس لازم المغربي. بس ما هو استاذ احمد يشكر جدا. لا ده عمل معانا حاجات كتيره، احنا كنا بقى ما حدش يعرفنا في شيء، عارف ان احنا شعوذه وبتاع ومش عارف ايه، لكن لا هو جابنا هنا احنا اللي بيجي يسمعنا بس فن بيجي يسمعنا وبيبقى معانا بروحه. وزي ما انت قلتي ان الدقه ان القول زاد لما ابتدوا يبقى بس للسميعه القول زاد وحفظوه. انا عندي جمهور حفظ يقول لي انا عايز اسمع كذا، يعني عايز اسمع ده النهارده الاغنيه دي النهارده من الاستقرار، يعني عليا حفظوا الكلام. ما حدش فيكم كتب الكلام ده خالص تفتكري؟ لا طبعا احنا ما انا الدكتور احمد بقى هو اللي اتولى الحاجات دي كتبها. يمكن دكتور كتبها. احمد كتب وما ساله. اكيد. طب انا هستاذنك واروح اتكلم شويه مع استاذ احمد. طبعا. اعرف هو عمل ايه ومع فرقتكم، وعنده كذا فرقه تانية من برضه القول بتاعه الطراز القديم برضه. أيوه. كله. أيوه. عنده كله يا رب يكون حافظ هو غاوي القديم اصلا. جميل ما باين قوي من المكان. هروح اقابله وارجع. دكتور احمد المغربي، حضرتك صاحب ومؤسس وصاحب فكره المكان اللي انا فيه ده، صحيح ولا بيقوله. اكتر من كده بيقولوا. طيب مبدئيا انا عايزه بس اتشكر لك. الله يخليك وحياه ربنا. انا بس عايزه اقول لك شكرا وميرسي، مش عشان استضافتنا بس عشان المشروع الجميل اللي انا شفته النهارده، احياء التراث بتاع فريق الزار، إحياء تراث بتاع فرق تانية حضرتك هتتكلم عليها. المشروع ده احنا المفروض نشكر أصحاب المشروع الأصليين، حفظة التراث اللي هم أهم حاجة المفروض نحافظ عليها في مصر، ونشكرهم ونعمل لهم تماثيل ونبجلهم كلها. ليه؟ القيمة، التميز. حضرتك بتمحتضن كام فن؟ كام فريق وأنواعهم إيه؟ بصوا مبدئيا احنا يعني كان أهم دور بنحاول إن احنا نساهم فيه هو تسجيل وتوثيق المأثور الشعبي الموسيقي والغنائي المصري، وخاصة المهدد بالضياع. فلفينا مصر كلها فريق العمل بتاع مكان من أولها لآخرها، من اسكندرية لأسوان، الصحراء. معلش حضرتك الباك جراوند بتاعك إيه؟ يعني التعليمي إيه؟ أنا أصلاً ماليش علاقة بالموسيقى خالص. أنا أصلاً كنت أستاذ جامعة في كلية الألسن قسم اللغة الإيطالية. ممتاز. واشتغلت في الترجمة كتير جداً، وانتدبت في الخارجية لحد سنة 2002 كملحق ثقافي في سفارتنا في باريس. بس انا لاحظت النهارده ان كان اجانب كتير قوي. اشمعنى النهارده؟ يمكن رمضان المصريين بيبقوا لسه، خاصه مش في الوقت بتاع بس عاده في مصريين كتير. طبعا ومن الاطفال الرضع، واحنا مكان من اللي بيقبل وبيصر الاطفال تيجي طبعا، ويدخلوا بالمجان لحد 14 سنه، فبندور على جيل جديد يجي يدير هذه المنظومة ويستمر فيها. يا ريت. أكيد. والله يا دكتور أحمد أنا فرحانة جدا 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 بالحديث النهاردة. والمرة الجاية نتكلم عن التجديد، وتشوفوا على اليوتيوب إيه الأفكار اللي إحنا بنشتغل عليها، إزاي الأجانب يتفاعلوا مع الفرق دي. ربنا يديلك طولة العمر والصحة، وتشهد مشروعك ده وتكمله وتسلمه لناس تانية، ويستمر. يا رب. ميرسي يا دكتور أحمد. أشكرك جدا جدا جدا، وأشكر فريق العمل كله. أشكركم يا جماعة. رجعت لك تاني. اهلا وسهلا. انت عشتي هنا على فكره، انا هقعد افكر فيكي كتير جدا جدا. والله العظيم بحب انا اللي عنده شغف كده بحاجه وغاوي حاجه وحبه في حاجه. احنا بقى زي ما انت عشتي في دماغي كده، عشان ما تنسينيش عندنا فنانه اسمها ساره زميلتنا ترسم دايما صوره للابطال الحلقه. هات يا ساره الصوره الجميله. وانت تتنسي يا حبيبتي. لا يمكن تنسين. لا ما اقدرش. ميرسي يا ساره. ميرسي يا ساره. ما شاء الله تسلم ايدك يا ساره. فنانة صحيح. صحيح؟ ما شاء الله. صحيح؟ ما شاء الله. أحيي الصورة.
شكرا يا ساره. كلها عظمه دي، انت اللي ملكة مصر. على عظمه ومن غير حاجه بقى انت تجيني. هجيلك. مش لازم عشان التصوير تجيني. لا من لا. غير تصوير عايز اسمع. تعالي بقى اسمعي بقى. انا بنجذب. انا خلاص يعني. اتفقنا. باي باي يا قمر. باي باي يا حبيبي. الله الله، حي حي، اتأكد ان الخير اهو جاي. مهما الليل طول صدقني الشمس هترجع بتضيء. الروح سر الله في ملكوته، والبني آدم ملهوش زي. خلي يقينك بالله دايم، اللي بيحصل خير مش شر. لو فكرت هتفضل عايم، آمن وانت تلاقي البر. في الدنيا تجارب بتعلم، على قد ما قلبك يتألم قول بس انت يا رب وسلم، سبحانه مجيب المضطر.